لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الأجلين الأكرمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى آلهم وأصحابهم ومن اتبع هديهم واقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. وبعد، اليوم نتحدث عن النداء الثالث من نداءات القرآن الكريم، وهو قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كان حديثنا أمس عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. تحدثنا فيه عن الكلمة وأدابها وبروتوكول الإسلام في الإحساس بها إلى آخره. ولما كانت الكلمة معضلة من المعضلات أن يمسكها الإنسان وأن يحفظها في فمه، ولما كانت المشاكل تنبع من الكلمة، فإن طبيعة القرآن أو طريقة القرآن لا يذكر مشكلة إلا وعقوها بحل. لا يدعو الناس حيارة لا يعرفون، ولكن من رحمة الله عز وجل بالبشر أنه إذا عرض عليهم مشكلة يتبعها بحل، والمشكلة الكلام واللسان، والحل أمر الحق سبحانه وتعالى الخلق أن يستعينوا بالصبر والصلاة. ولو نظرنا إلى موضع هذه الآية من الآيات التي حولها سنجد سابقة هذه الآيات قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يعني لا نريد أن نأخذ من أول السورة إلى آخرها، لكن فقط أضع لكم بعض اللمحات السريعة حتى تفقهوا الخط الموصول في رسم آيات القرآن الكريم، هذا الإعجاز الرائع. فابتلى الله عز وجل إبراهيم بكلمات، وبعد ذلك بين موقفا غير سوي حين أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه بالقبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فقال: سيقول السفهاء. إذن وبعد هذه الآية يحدثنا الله عز وجل عن الذين لا يعرفون ضبط أنفسهم في موضوع الكلام، فيقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فإن منع الكلام في وقت الاحتياج إليه جريمة، والتفوه بالكلام في غير احتياج جريمة. يبقى عندنا أمرين: إن تكلمت في غير موضع الكلام معاقب عليه، وإن أمسكت الكلام في غير موضعه أو عن موضعه فمعاقب عليه. الذي يسأل عن علم فيكتمه يلجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، والذي يتكلم فيما لا يعنيه يعاقبه الله عز وجل كذلك في الدنيا وفي الآخرة. إذن ضبط الأمر كيف يكون؟ يقول الله عز وجل: تعالوا يا أهل الإيمان أذكر لكم كيف تكون حل هذه القضية. وقبل أن أذكر حل هذه المسألة يعرض سؤال: لماذا إذا كانت هذه القضية قضية عامة، قضية بشرية وإنسانية كل الناس يتفقون عليها، المؤمن وغير المؤمن، زلل الناس مؤمنهم وغير مؤمنهم يأتي من الكلام، إذا لماذا لم يخاطب الله عز وجل الناس بيا أيها الناس كما خاطب في البداية يا أيها الناس؟ لأن المفترض أنه لن يسمع كلامك إلا من آمن بك وانصاع لك ومن أحبك. أنت قد تقول النصيحة، من الذي يقدر نصيحتك؟
من آمن بك واعتقد فيك، أما الذي أنكرك فإنه لا يقدر منك كلاما. من الذي يجلس ليسمعك؟ من يعتقد أنك تقول كلاما سويا أو محترما. أما الذين لا يعتقدون أنك تقول كلاما حسنا فإنهم لا ينتبهون إليك، لا يقدرون كلامك. كم من العلماء وكم من الأئمة وكم من الوعاظ وكم من المرشدين وكم وكم يتكلمون على الناس كلاما يهز الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فيتكلم. من الذي كان يستمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي كان الكلام يدخل إلى قلبه فيلتزم به؟ أهل الإيمان. وأما الذين لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، ماذا كانوا يقولون إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ الناس وأفصح الناس وأحسن الناس؟ إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض وتعجبوا. مرة قالوا هل يراكم من أحد، ومرة يقولون ماذا قال آنفا، لا يفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم مقصده ولا ما يقول، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أوضح الناس بيانا ويقول عن نفسه أنه أوتي جامع الكلم، ومع هذا لا يفهمون عنه. إذن أنت من الذي تقدر كلامه؟ من تحب وتعتقد فيه؟ ولذلك وجه الله عز وجل هذه النصيحة لمن؟ لمن يعرف الله. لأن مشكلة من لا يؤمن بالله كما قال الله وما قدر الله حق قدره، فإذا لم يقدروا الله حق قدره فإنهم لا يقدرون كلامه ولا نصحه ولا توجيهه ولا تعليمه ولا إرشاده. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. عرفنا موضع الآية من خريطة الآيات التي حولها وعلاقة هذه الآية الأمر الثالث في القرآن بالأمر الثاني. كلمة استعينوا معناه أنه عندك أصل ثم تحتاج إلى شيء فرعي يقوي ذلك الأصل. كأن الله عز وجل يقول لكم أيها البشر ينبغي أن تعتمدوا على أنفسكم وعلى القوى والأدوات والعطاءات التي تفضلت بها عليكم. كل واحد فينا عنده إرادة قوية جدا، كل واحد فينا عنده آلات ومكنات يمكن أن يحرك بها الجبال، كل واحد فينا قد آتاه الله عز وجل قدرات فائقة لكن لا نستخدمها ولا نستعملها، كالذي في يده الذهب ولا يعرف قيمته. ولولا أن المثل ضربه الله عز وجل في القرآن لما قلته كمثل الحمار يحمل أصفارا، لا يعرف قيمتها ولا يقدرها. فلما يقول لك استعن معناه عندك الأصل، أما قل لك احمل القربة عندك يد تحمل بها، وإن لم تكن عندك اليد يكون كلامي عبثا. فلما يقول مولانا سبحانه وتعالى لنا استعينوا معنى هذا الكلام عندنا أصول واضحة وعندنا قدرات وعندنا عطاءات إلهية نستطيع أن نستخدم بها الآلات الأخرى الفرعية، الصبر والصلاة. كلمة الصبر ماذا يعنى بها؟ الصبر في أصل اللغة الحبس، أن تحبس نفسك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يعني احبس نفسك عليهم ولا تعد عيناك عنهم، اجعل نفسك أسيرا بين هديهم، معنى الكلام. يبقى كلمة الصبر أصلها في لغة العرب الحبس. فلما يقول ربنا عز وجل استعينوا بالصبر، يعني بحبس اللسان عن موضع الزلل والخطأ. يبقى كلمة الصبر هنا ما المقصود بها؟ ضبط اللسان. لأن احنا لما ننظر إلى الآيات التي قبل والآيات التي بعد ندرك أن كلمة الصبر لابد أن تعالج قضية من نفس القضية التي نتحدث حولها وهو موضوع اللسان. يبقى كلمة الصبر ليست بإطلاقها، وإنما الصبر هنا المقصود بها أن تمسك اللسان عن الوقوع في الخطأ أو في الزلل. هذه واحدة. طب الصلاة، أصل كلمة الصلاة لها معاني في اللغة، لكن حقيقة أنا لن أتحدث عن معانيها اليوم، لكن سأتحدث عن طريقة أدائها.
احنا قلنا بدام طلب الله عز وجل منا أن نستعين بالصبر أي بحبس اللسان عن الوقوع في الخطأ لنضبط أنفسنا ولنعالج هذا المرض العضال الموجود في النفس الإنسانية، أمرنا أن نقوي الإرادة في أنفسنا بالصلاة. الحقيقة لا يوجد هناك ما هو أبين وأهم وأعلى قدراً من الصلاة في معالجة الإرادة الإنسانية. أنا أقول لك أمسك لسانك تقول لا أستطيع. تعرفون سيدنا عمر حينما أسلم سأل، أراد أن يفشي الخبر وأن ينشره في أرجاء مكة، فقال من أكثر الناس انفلاتا في لسانه لا يستطيع أن يمسك كلمة؟ قالوا له فلان. فذهب إليه وجده محتبيا جالسا في ساحة الكعبة، فقال له فلان تعرفني؟ قال نعم، أنت عمر بن الخطاب. قال فإني أريد أن أقول لك سرا لا تخبر به أحدا. قال سرك في بئر لا يخبر به أحد. قال فإني قد أسلمت وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العرب كانوا يلبسوا إزار، تعرفون الإزار؟ الرجل لما جلس محتبي الوضع الطبيعي بفك الإزار، فلما سمع كلام عمر قام على رجليه ولم يستطع أن يمسك أن يربط الإزار، فأمسكه بيده ثم جرى وسط الناس وهو يقول يا قوم اسمعوا لقد أسلم عمر، لقد أسلم عمر. مرض هذا الرجل، مريض بأنه لا يستطيع أن يمسك لسانه. يجي موضوع الصلاة، خير علاج لتقوية الإرادة لفعل شيء أو لتركه. كيف؟ سبحان الله، واحد بيسأل يقول لها